بن سالم بالعرطي الحميري. تواصل معكم مشاهدينا متابعينا الكرام، تتوالى الأشواط شوطا تلو الآخر في هذا المساء الجميل. شوطنا العاشر الذي أعلنت انطلاقته منذ لحظات، وهو شوط خاص بالإذاعة الأبكار المهجنات الأصايل لمسافة 5 كيلومترات. شوط يحمل في طيات العديد والعديد من الأسامي اللامعة في هذا العالم الساحر، عالم الأصايل ومعسن الإذاعة. نسير بالصدارة نتابع بداية هذا الشوط والمقدمة والاندفاع المتميز. أرى هني جميلة على مقدمة هذا الشوط لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم سيب بن أحمد بن خريدة في المتابعة والانطلاق. المركز الثاني الظبي لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن رايد المكتوم حمد بن خميس الغويص في متابعة وانطلاقة الظبي. على ثاني المراكز ثلاث التحديات جوارح من الجانب الآخر تحمل شعار سمو الشيخ أحمد مكتوم المكتوم والسلطان بن سيف المقبالي. انضمرها المركز الرابع من الجانب الآخر الشاهينية لسيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن رايد المكتوم مطر بن محمد بالضبيعة في عملية التضمير والقدوم في هذه اللحظات والتحديات من هيبة التابعة لهجن العاصفة بقيادة حمد بن راشد بن غدير. نتابع خامس المراكز والتحديات مشاهدينا متابعينا الكرام في هذه اللحظات من ملوح اللي انطلقت بدورها وانتزعت المركز الثالث لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم عبد الله بن ثعيلب الهايري في المتابعه. مسيكه تنطلق الى رابع المراكز التابعه لهجن العاصفه حمد بن راشد بن غدير في عمليه التضمير هبه. خامسا كذلك لهجن العاصفه وبقياده الواثق حمد بن راشد بن غدير. بينما انطلقنا مع المركز السادس نتابع من الجانب الاخر الشاهينيه لسيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ومطر بن محمد بالضبيعه في عمليه التضمير والمتابعه. سابع التحديات هلا لسمو الشيخ حمدان بن هيان الهيان حمدان بن حمد الرميثي في متابعة وانطلاقة هلا. على المركز السابع ثامن الذهيبة لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم وسعيد بن عبيد الحميري في متابعة وانطلاقة الذهيبة. مشاهدينا متابعينا الكرام على ثامن المراكز النقلة التالية على المركز التاسع نتابع جوارح لسمو الشيخ أحمد بن مكتوم المكتوم سلطان بن سيف المقبالي مضمرها. وعاشرا الدبيس لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن رايد المكتوم مسري بن سالم بالعرطي الحميري في عملية التضمير والمتابعة على عاشر المراكز. هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام، نداءنا الأول للعشر المراكز الأولى. ولكن نعود مع الصدارة، نعود مع البداية، مع المقدمة، مع التحديات الجميلة مشاهدينا متابعينا الكرام. هناك أيضا الاندفاع المتميز والرقص الجميل في هذا التحديات. يا سلام يا سلام يا سلام، نتابع الصدارة وجميلة على المقدمة، جميلة على الصدارة. منذ البداية تقود المجموعة، تسيطر كل السيطرة على مجريات هذا الشوط بشعار سمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم من تقود المجموعة، وسيب بن أحمد بن خريدة من يتابع انطلاقة جميلة على الصدارة والمقدمة. ننطلق مع المركز الثاني، نتابع الظبي في المركز الثاني بقمة التنافس وفي قمة العطاء. على ثاني المراكز تحمل شعار سيدي سمو الشيخ محمد سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن رايد المكتوم وبقيادة حمد بن خميس الغويص من يتابع انطلاقة الظبي. على ثاني المراكز النقلة التالية على المركز الثالث نتابع التحديات والقدوم في هذه اللحظات من مسيكة التابعة لهجن العاصفة بقيادة واثق المضمرين حمد بن راشد بن غدير. رابع التحديات ملوح من الجانب الآخر لسمو الشيخ حمدان بن رايد المكتوم وعبد الله بن
سعيد بالهايري في متابعة وانطلاقة ملوح على المركز الرابع. خامسا الرباعة من الجانب الآخر التابع لهجن العاصفة وبقيادة حمد بن راشد بن غدير تنطلق إلى المركز الخامس. سادسا الذهيبة لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم السعيد بن عبيد الحميري في متابعة وانطلاقة الذهيبة على سادس المراكز. سابع التحديات الانطلاق في هذه اللحظات من هبة التابعة لهجن العاصفة بقيادة حمد بن راشد بن غدير. ثامن التحديات الدبيس لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن رايد المكتوم مسري بالسالم بالعرطي الحميري. من يتابع الدبيس وعلى المركز التاسع. من الجانب الآخر نتابع ضبيونا مشاهدينا متابعينا الكرام لسمو الشيخ سيف بن خليفة بن سيفر الهيان وسعيد بن مبارك الوهيبي مضمرها عاشر التحديات وعاشر الانطلاقات. نتابع مشاهدينا متابعينا الكرام الشكل لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم سالم بن عتيج بالعرضي الحميري في المتابعة. هذه النتيجة ندانا الثاني مشاهدينا متابعينا الكرام للعشر المراكز الأولى. ولكن نعود مع الصدارة نتابع بداية هذا الشوط، نتابع المقدمة، نتابع الاندفاع المتميز وجميلة بأريحية على صدارة هذا الشوط. ولكن الهجوم المكثف على الصدارة وعلى المقدمة مع الثلاثية والشعار هجن العاصفة مع هبة ومع مسيكة والرباعة. يا سلام يا سلام يا سلام، شعار هجن العاصفة سوف ينقض على صدارة هذا الشوط بثلاثية رائعة وبهبة ومسيكة والرباعة. هبة على مقدمة هذا الشوط بشعار هجن العاصفة وبقيادة واثق المضمرين حمد بن راشد بن غدير. مسيكة متاتي ثانيا كذلك لهجن العاصفة حمد بن راشد بن غدير من يقودها في عملية التضمير والمتابعة. الذهيبة على المركز الثالث لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن رايد المكتوم سعيد بن عبيد الحميري من ينطلق مع الذهيبة على ثالث المراكز. التحديات الجميلة والتغييرات على مقدمة هذا الشوط ومسيكة من مسكت بالزمام هذا الشوط تتمسك بالمقدمة والصدارة. مسيكة بشعار هجن العاصفة والاندفاع المتميز. الذهيبة تحاول ولكن مسيكة على الصدارة. تهانينا الهجن العاصفة ولمالك العاصفة سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن رايد المكتوم والتهاني لحمد بن راشد بن غدير اللي وصل المركز الثاني. الذهيبة سمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن رايد المكتوم المركز الثالث والرابع لهجن العاصفة والمركز الخامس الشكلة سمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم. البقية بالحين هن أعضاء خط النهاية. نعود مشاهدينا متابعينا الكرام بالتوقيت الزمني ولحظات وصول مسيكة إلى خط النهاية. تقطع المسافة في فترة زمنية مقدارها 7 دقائق 57 ثانية. وفاء وتمام التهانينا لهجن العاصفة والتهاني لحمد بن راشد بن غدير. الذهيبة تصل في ثاني المراكز. تقطع المسافة في 7 دقائق 57 ثانية جزئين من الثانية. تهانينا لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن رايد المكتوم والتهاني لسعيد بن عبيد الحميد.